الكل عارف بأن الألعاب تشكل جزئية مهمة للكثير من ملاك الهواتف الذكية، وعشان كذا جاتنا سامسونج بهواتف فيها خدمات رائعة لعشاق ألعاب الفيديو. Galaxy S7 و S7 Edge يجي فيها تطبيق اسمه Game Launcher اللي يجمع لك كل ألعابك في مكان واحد ويعطيك ميزة تخفيض استهلاك البطارية بتخفيض عرض الإطارات من 60 إلى 30 إطار في الثانية وتقليل جودة الرسومات بمستويين. وفوق هذا في خدمة اسمها Game Tools اللي بتتيح لنا عمل الكثير أثناء اللعب، فممكن نقفل التنبيهات عشان ما تزعجنا وتخرجنا من تركيزنا، ونقدر نقفل زرين الرجوع والتطبيقات العاملة الأخيرة عشان ما نضغطهم بالغلط وتخرجنا من اللعبة، أو نصغر اللعبة إلى أيقونة صغيرة والرجوع للعبة بالضغط عليها ثاني ونقدر ناخذ صورة من الشاشة. وآخر خدمة تقدمها الجيم تولز هي تصوير الفيديو للعبة أثناء اللعب، وهذه تمكنك إنك تتحكم بجودة الفيديو وجودة الصوت اللي راح تسجله، وتمكنك من اختيار صوت اللعبة أو تشغيل الميكروفون عشان تسجل تعليقاتك، وإذا تبغى تقدر تشغل الكاميرا الأمامية عشان تسجل تعابير حماسك مع اللعبة.